المتابعين بيتابعوا قناتي لمسة من ايديكي من كل مكان. النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة السبع معالق، سهلة جدا، بسيطة جدا، مكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت وحلوة جدا. حاجة حلوة هتعمليها للولاد او ممكن تعمليها جنب اي تورتات في اي مناسبة، دي هتبقى حلوة قوي جنب اي حاجة بتعمليها. لو انت عندك اي مناسبة، عيد ميلاد او اي مناسبة، هتبقى حلوة خالص وفي نفس الوقت سهلة جدا. وزي ما احنا شايفين طلعنا حتة بجد طرية وهشة وجميلة في منتهى الجمال، حلوة جدا. اتمنى اللي ما اشتركش في قناتي لمسة من ايديكي ينزل دلوقتي يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد بعمله، ويعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نشوف مكونات كيكتنا النهاردة والمقادير والطريقة بالظبط، فخليكم معانا ويلا بينا. وهنبدأ دلوقتي في عمل الكيكة اللي هي بتاعة السبع معالق. معانا بيضتين اهم حاطينهم بياض بصفار طبعا، ومعانا هنا المعلقة اللي هنعير بيها كل مكوناتنا. السبع معالق هعملهم بالمعلقة دي بأي حجم معلقة عندك، ممكن كمان تستخدمي المعلقة الصغيرة بتاعت اللي هي المعيارية دي اللي هي الصغيرة، ده حسب راحتك. فأول حاجة هنعملها، احنا معانا بيضتين اهم حاطينهم في الطبق، هنضيف سبع عليهم سبع معالق من السكر. هنضيف عليهم رشة صغيرة كده من الملح، وهنضيف معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او نص معلقة، وهنضرب دلوقتي. اهو هنضرب المكونات كلها مع بعض، هنضرب كل المكونات مع بعض ضربة كويسة وبعدين نرجع نشوف هنضيف ايه. احنا خلاص ضربنا البيض بالسكر والمكونات اللي معانا، هنبتدي دلوقتي نضيف سبع معالق من الزيت. انا خلاص ضفت سبع معالق الزيت، هبتدي اضربهم بقى بالمضرب وبعد كده هنرجع نشوف هضيف ايه تاني. طبعا اللي ما عندوش مضرب بالكهرباء بيضرب بالمضرب اليدوي عادي، بتضرب وبتبقى بتطلع حلوه جدا برده. بعد ما ضربنا الضربه الخفيفه كده لما ضفنا الزيت، هنضيف دلوقتي سبع معالق من اللبن. واحد، هنضرب بعد ما ضفنا اللبن هنضربه برده ضربه خفيفه وبعد كده نشوف هنضيف ايه. بعد ما ضفنا السبع معالق من اللبن وضربناهم ضربة بسيطة، هنبتدي دلوقتي نضيف اربع معالق من الدقيق. دول معانا الاربع معالق من الدقيق اهم، هننخلهم. طبعا زي ما احنا عارفين اي حاجة هنعملها بالدقيق لازم تتنخل. هنضيف دلوقتي كمان تلات معالق من الكاكاو الخام، كده يبقوا معانا سبع معالق. طبعا انت عشان هنعملها شوكولاتة فلازم نعمل اربعة دقيق وتلاتة كاكاو، لكن لو هنعملها كلها بيضة مش شوكولاتة يعني هنضيف السبع معالق كلهم دقيق. ادي واحد، وهنحط كمان بعد ما نخلنا الدقيق والكاكاو هنحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر وننخلها برضو. وبعد كده هنضرب كل المكونات دي ضربة كويسة. خلاص احنا كده خلصنا خليط الكيكة، هنبتدي بقى عندنا صينية مقاسها صغير وهنبتدي بقى نفضي كل الخليط ده. طبعا مدهونة زيت الصينية. خلاص كده بعد ما فضينا الخليط كله بتاع الكيكة في الصينية، هنهزها كويس كده او هنخبطها كده كويس، وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، وبعد كده هنشوف لما تخلص هنعمل ايه بعد كده عشان نحطه على وش الكيكة بتاعتنا. خلاص خرجنا الكيكة اهي معانا الصينية من الفرن، قعدت بالظبط في الفرن نص ساعة بالظبط على درجة حرارة 180 زي ما قلت لكم، وطبعا كان الفرن سخن. واختبرتها طبعا بخلة كده ولقيت الخلة نضيفة اهي، يعني هي كده استوت كويس، وهي كمان هنا بردت معانا. معانا هنا بقى نص كوباية من اللبن، وطبعا محلينها يعني حاطين فيها سكر. هنعمل ايه بقى هنا؟ هنقعد نخرم كده الكيكاية بتاعتنا بالخلة، نخرمها كلها. خلاص احنا خرمنا الكيكاية كلها بالخلة، هنبتدي بقى نسقيها باللبن اللي هو محلى بالسكر. هنسقيها كلها وبعدين
هنشوف هنعمل ايه بعد كده. خلاص احنا هنا سقينا الكيكه كلها باللبن بالسكر. هندخل دلوقتي على النار هنعمل صوص جميل قوي هنحطه على وش الكيكه بتاعتنا. يلا بينا ندخل على النار ونشوف هنعمله ازاي خطوه خطوه. معانا كسرونه اهي، طبعا انا مش فاتحه النار لسه وعلى البارد. هحط معلقتين من الكاكاو، طبعا الكاكاو ده خام، وبعدين هضيف لهم معلقتين من السكر. وكمان معلقه من نشا الذره اللي هو النشا يعني. تمام، هنقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض. وبعدين نضيف لهم كوبايه من اللبن اهي، وبعدين نقلب. خلاص احنا ضفنا كل المكونات وقلبنا اهو. بعد ما ضفنا اللبن شغلنا البوتاجاز على نار هاديه وهنفضل نقلب كده لغايه ما الصوص بتاعنا يتقل شويه بشويه، وبعد كده هقول لكم هنضيف عليه ايه. خلاص الصوص بتاعنا اهو تقل زي ما احنا شايفين على النار، برضو على نار هاديه. هنبتدي دلوقتي نضيف معلقه من الزبده ونقلب، وبعد لما تسيح هنشوف هنحط ايه تاني. بعد ما سيحنا الزبده في الصوص معانا هنا شوكولاته خام مبشوره او متقطعه او شوكليت شيبس، لو متوفر عندكم اي نوع من انواع الشوكولاته هنضيفها هنسيحها برده في الصوص. بعد كده الصوص هيبقى جاهز معانا اول ما الشوكولاته بتاعتنا تسيح. خلاص صوص الشوكولاته معانا اصبح او بقى جاهز معانا اهو. هنبتدي دلوقتي نحطه على وش الكيكه بتاعتنا. بعد ما فضينا صوص الشوكولاته على الكيكه على الصينيه كلها وفردناها بالسباتيولا، معانا هنا صوص شوكولاته بيضه احنا عملناه مع بعض قبل كده، او لو مش موجود عندك وعندك شوكولاته بيضه خام بتسيحيها على حمام ميه وهنحطها في كيس زي كده ونقطعها حرفها من هنا بالمقص. هنبتدي بقى نزين كده. هنعمل كل الصينيه بالشكل ده وبعدين هنشوف هنعمل ايه. خلاص حطينا صوص الشوكولاته البيضه زي ما احنا شايفين، معانا خل اهي. هنبتدي نعمل خطوط كده بالطول. وبنفس الخل هنبتدي نمشي خطوط برضو بس العكس. خلصها كلها وبعد كده هنشوفها مع بعض. هنا خلاص خلصناها بقى الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين شكله تحفه ازاي. هنقطع حته بقى كده ونطلعها. وخلاص كده الكيكه بتاعتنا حلوه زي ما احنا شايفين وجميله ازاي، وطلعنا منها حته زي ما احنا شايفين في منتهى الجمال، بجد حلوه جدا. كيكه السبع معالق دي كيكه سهله جدا وما بتاخدش وقت، وكمان مقاديرها بسيطه خالص ومتوفره اكيد كلها عندك في البيت. اتمنى ان شاء الله ان الكيكه بتاعت النهارده تكون عجبتكم. اللي عجبه الفيديو يعمل لايك وشير، واتمنى اللي ما اشتركش في قناتي لمسه من ايديكي ينزل يشترك دلوقتي ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد. واستنوني في فيديو جديد وباي باي.